الوقايه الشخصيه، تسريع التعاون بتاع القطاعات والمفردات المستدامه في تعليم القوى العامه الصحيه، والتحفيز على تنفيذ الاستراتيجيات العالميه بشان الوقايه الصحيه، واعداد اطار في مجال الصحه. وجوهر العام 2021 هو العام الدولي للعاملين في مجال الصحه والرعايه، وهو الاعتراف بوجود ان تكون يجب السلامه والامان وتوافر المؤمنين وماهرون في مجال الرعايه الصحيه. وهنا يتمثل حجر الزاويه لهذا التخصص التاكسين المستمر القائم على التعلم الاخطاء والاحداث الضاره وحكمها والحكمه. من اهداف اليوم العالمي لسلامه المرضى اشراك اسحاب المصلحه المتعددين واعتماد استراتيجيه في عالم الفتره، الدعوه لاتخاذ اجراءات عاجله ومستدامه للوصول الى ونشوف الجماعه اللي معانا برضه في مكافحه العدوى حاجه اسمها غسيل الايدي. غسيل الايدي بالنسبه لحضرتك، لكن بالنسبه لنا لما اقعد معاهم اقول لهم ده في غسيل ايدي وفي تعقيم وفي تطهير لما اجي اعمل عمليه انا ازاي بتعقم وازاي بعمل. فاحنا هنبدا بالجزء الاول بسيط خالص مع حضراتكم، واشكركم على طبعا تواجدكم. مش هنعطلكم على العيادات، الهدف بتاعنا ما نعطلش حتى على العيادات، كل حاجه شغاله في مكانها ان شاء الله. نلتزم بمعاييرنا. اشكركم ونتمنى يكون يوم كويس واتفاقيه جميله وتحت امركم في اي حاجه. شكرا. ان شاء الله هنعملها بعد ما نخلص المحاضره عشان نقول لهم ان سلامه وامان المريض معلومه عاوز اقولها، مسؤوله عن 10% عن الاخطاء اللي موجوده في المستشفيات. دي نسبه عالميه، يعني الناس كلها عندها اخطاء. ده حكايه لحضراتكم، لكن احنا يهمنا بالنسبه لحضراتكم ان احنا نوعي بعض الوعي البسيط، ونقول لكم ان انتوا جزء من الجزء الاهم والجزء الاهم في حياتنا، ان احنا شغالين على اساسه، وان كل المنظومه قايمه عليه ان احنا نرضي المريض او العميل او المنتفع، يؤدي له الخدمه على الوجه الاكمل اللي يرضيه، ونرضي بقى ربنا سبحانه وتعالى قبل اي حاجه. النهارده احتفاليه بسيطه هيبقى مع حضراتكم، وزي ما قلتوا حضراتكم الجزء الاكبر والاهم واللي ده شغل شويه تفاصيل عمل هيكون مع الزملاء العاملين في المركز. نكرم برضه الزملاء الكويسين اللي التزموا بالتعليمات دي. لكن مع حضراتكم هنقول بعض الحاجات البسيطه اللي تعبر عن اهتمامنا، وان حضراتكم تكونوا عارفين ان في حاجات حصلت في المعهد وبتحصل ممكن حضرتك ما تكونش عارف انها موجوده تبقى مهمه. هدي مثال بسيط، حضرتك ما يعني ممكن تشوف خط سير الدواء داخل المعهد، وان الدواء بتاعك بيتحضر وحضرتك بتقعد بالساعه او الساعتين تنتظر الدواء.